هذه حي للفقراء، معجم الناس هم يعملون في النهر ويصيدون السمك، وهم أشد احتياج للبير. نحن سنحفر بئرا جديدة في هذا المكان، وهؤلاء الرجال هم يحتاجون لبئر جديدة. بجانب هذا الحي مسجد جامع، هذا مسجد لهذا الحي، ويتوضؤون من هذه البئر المصلون لهذا المسجد. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، من قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى. الحمد لله، نحن حفرنا البيت بجانب هذه البيوت. الفقراء هم يحتاجون لهذا البير، والناس يمرون بهذا الطريق إلى المدينة، وهذه بيوت الفقراء. أرأف من ملكت، أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.